عدنان اخوي، وش اللي مزعلك؟ لا تكلمني، تراني زعلان منك مرتم بالحيل. وش اللي مسوي يا عدنان؟ علمني. وش انت مسوي يوم ان تدق الصدر وتقول اقدر اسوي لكم مليون ريال؟ كنت تدري وش القصة يا عدنان؟ ترميم المبنى وتأثيث المكاتب وعشر بايكات ما تكلف 600,000 والباقي المخابينة. اسمع، لا اقول لك شغلة، الكلام في الشغل ما ينفع نتكلم فيه وحنا في الشارع. بعد العصر اليوم تجيني في الوقت ولي تفاهم ناخر معك. عدنان وش انا مسوي؟ لاقول لك شغلة، هذا الشيك 130,000 ريال تبع العملية الأخيرة، والوجه من الوجه أبيض. ليه يا أخوي عدنان؟ ليه؟ وش اللي حصل؟ قل لي، خبرني، علمني. جا منك صور؟ القصور ياصلك وتعدك وتراك جننتني. أقول لك هذا مليون تقول لي لا أبي 50,000، وهذا شيء يا ابن أخي ما يمشي معي. وأنت رجال ما عندك طموح بالمرتم بالحين. من اللي يقول ما عندي طموح أخوي عدنان؟ من اللي يقوله؟ أنا أقول شوي أكل العنب حبة، مثل المثل يقول من أكل 5 حبات غاص أخوي عدنان. وبعدين ترى حنا أحسن من غيرنا وأزين، لكن شغل الملايين والمشاريع الكبيرة أخوي عدنان ما حنا بقدها. وراء ما حنا بقدها اخوي عدنان، اخاف ندخل بشغلة هالملايين وما نتوفق، نتوهق ونروح فيها. اخوي عدنان خلينا على 50,000 100,000، ترى زينة ما قصرنا، حلوين. لاقول لك شغلة، قلقلك ورقلك، انا رجالي معروض علي 100,000 ريال راتب شهري طقطة واحدة، وسيارة اخر موديل جيب، وساكن فيلا 2,000 متر، ونسبة 20% عند الرجال اللي تخابر. ايه عارفة هذا، ماني بحبه وثقيل دم، ترى ما اعرف نكت. لاقول لك شغلة ما تعرفها، قلت لها لابدا، والرجال اللي هو انت هذا فال خير علي، ولو اقعد انا وياه على خبزة وزعتر وزيتون انا قابل، بس انك الحين انت ما ادري وش طالع فيها، المشاريع قاعدة تتعذف علينا من كل جهة وانت واقف لي. هذا عندنا ابو صالح مشروع ب10 مليون وقاعد تتلكلك، وعندنا مشروع عند الجهة الثانية ب15 مليون وتتلكلك، وهذا الثاني عندنا ب20 مليون وتتلكلك. واقفني تراك، واقفني انت في حلزي رجال، ان انا عندي ابت الموضوع بته. يا انك رجال انت تبغى تشتغل شغل سنة ولا ما عندي انا هالسوالف. اخوي عدنان انا ماني بوقف لك في حلزك، انا بقول هدي الرمي شوي بس. على العموم استر ما واجهت والوجه بالوجه ابيض. ليش اخوي عدنان؟ خلاص، اللي تامر فيه واللي يمشي، انت تامر وانا نفذ. ايدي بيدك وتشوف. ولا تنسى تجي معك بشت. اخوي عدنان وين بنروح؟ 20 سنتي and as per level of the land and second there's gonna cost of this project near about 20 million Saudi riyals. سبوك فور كور فاسكيك ورياض كور فور فو سكس اكبر هفوي فوكياي بورت سبيك ياس كان مال او رياض سبيك ناو ياس. اخواني السلام عليكم، أنا أتمنى أن تدعوني أعطيكم لو نبذة بسيطة عن شركتنا. الحقيقة إحنا دائما شركتنا ناجحين في أعمالنا ونؤدي أعمال ناجحة، كذلك في مثل هذه المشاريع العملاقة، المشاريع الجبارة، الحمد لله إحنا ناجحين ونحن متفوقين حتى على كثير من الشركات الأجنبية. فعندنا هذا المشروع المدة بالنسبة لنا حتاخذ مدة اقصر، لا تكون بالمدد التي يعرفون ان يقولونها طويلة، لا ابدا. اضافة الى انه في هذا المشروع
عندنا مواد كثيرة حنستخدمها، وحتى الأخ عدنان قايل لي بنحط مواد واجد أنا عارف. والحقيقة في هذا المشروع بعد لو الأخ عدنان أخوي ورفيق دربي لو يتفضل ويعطينا نبذة كاملة ونبذة فنية، فليتفضل أخوي عدنان. أنا وسهلا أخوي عدنان. أي مشروع؟ نعم؟ أي مستشفى الله يطول لي عمره؟ ما عندي فكرة. اسمع حبيبي، أنا ما عندي أي فكرة على الموضوع أتكلم عنه. ارسل عدنان شوي وهو جاي، اتصل مرة ثانية وبيعطيك العلم، كله. إيه لا بيجي بعد شوي، في أمان الله. يا هلا. قل لي مبروك. مبروك، وشو عليه؟ محطة الكيابل والكهرباء طاقة واحدة. أي محطة؟ يا رجال والله انك ما تدري وش القصه، حاضر تهدر في راسك وما تدري. والله ان هذا ازين ما فيك. تعال عندي علوم طيبه. تعال وش عندك؟ اقعد اقعد. حذر فزر، وش عندي لك من مفاجاه؟ بسنا يا عدنان مفاجات، بسنا قلبي رهيب. وشو عمري؟ قلبي شيك. كمو بدا 1,200,000 طاقة واحدة. بس يا عدنان فلوس، بسنا الحين تجيني سعد الفراج في درب الزلك. بس يا حسين بسنا فلوس يا حسين. انبسط يا رجال وفيه ان شاء الله الخير جاي. صد كل الشيكات دي صز. عمري اقول لك ابو حسين، عمونا الحمد لله الحين متسهلة، وعندنا مشاريعنا ماشية، وأوضاعنا وشحليلها والحمد لله ميسر. عندنا ذي الأربع مشاريع كبار وماشية، وصار لنا اسم يرج في السوق رج. الحمد لله وأمورنا الحمد لله، غير الطقطقة هذه اللي إنك قاعدين نطقطق فيها، هذه شغلات خفيفة ماشية عادية. أعرف هذا الشغل. نعمة يا الله يا رب لك الحمد الشكر. اللهم لك الحمد. الله يجزاك الحمد يا رب من الزوال. والله لا اللهم أمين. الحمد لله والشكر لله يا رب. بس والله يا ابو حسين الحقيقه فيه خبريه جتني البارح وضيقت صدري. مرسم بالحيل. اي والله خير عدنان، وش الموضوع؟ قل لي. جتني خبريه البارحه ضيقت صدري. الوالده الله يعظم اجرك تطلب كل حل عليها. قل صح. الله يعظم اجرنا واجرك يا عدنان، ما دريت متى توفت الله يغفر لها. ما ماتت الله يفلول على راسك. فيها جل تعبان عليها. قل صح عليها. قل صح، كلمني اخوي وقال لي ترى الوالدة عليها. قل صح. الله يرفعها بالعافيه ان شاء الله. اللهم امين. طيب والحلاح وش بتسوي؟ ما ادري وش اسوي. يوم اساسي كان يقول لي تعال. وش اللي يردك؟ راح لمهم. وشغلنا انت وشغلنا مشاريعنا يا ابو حسين. هذا كان وش عليك من الشغل يا عدنان؟ هذه الفلوس تروح وتجي، والشغل بعدين انا برتب اموري. من اللي يمسك الشغل عندك؟ الرتب نهدي الوضع، نقول لين يجي عدنان مين مشكله. بس ذي امك اللي حملك 9 أشهر ورضعك، تخلي امك لما احتاجتك. ما يصير يا عدنان، والله ثم والله اما تردها لازم تروح تشوف امك. علشان اسمع، علشان حلفانك ترى بروح، بس بغير في عندي شرط واحد. اللي هو ما قعد هناك اكثر من اسبوع. ما يهم لو تاكل 15 يوم ما يضر. انا عارف انك حريص على شغلك، خلهم يطلعوا لك الحين خروج وعوده ورتب الموضوع. هذه امك محمد. سمعت. لحظة. نعم. ألو. نعم. شلون؟ في عميل معه 1,200,000؟ وين هذا؟ في الطابور؟ طيب أنا جاي. خير أبوي؟ خير في شيء؟ لا سلامتك. مش لحظة أخوي، أنا مسوي شيء أنا؟ لا بقى شيء. يا هلا هلا. تفضل معي لو سمحت. شو اخوي؟ تفضل معي. تفضل سوي شيء يا اخوي. ابدا ما سويت. تفضل معي. تفضل استريح. خير اخوي؟ انا ما سويت شيء. انا ما سويت غلط. ابد خير ان شاء الله. شوف اخوي، حتى اسالهم كل الاخوان اللي هناك. انا واقف بادبي باخلاقي، ما سويت غلط. طال عمرك يشرفنا خدمتك، وانت اساسا مكانك مو في السرع، وهذا عيب مو بزين في حقنا.
يقل لي اخوي لانه هذا صح معامله مي لطيفه اني انا امسك سيره معامله مي لطيفه المفروض لي شويه تقدير واحترام نعم نعم اخوي نعم تعرف ادران شريكي ادران هذا شريكي يقولون انه مو بيمسك سيره ما شاء الله عليه هذا 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 رجل نزيه مو بسهل مو بسهل ادران اخوي مو بسهل طيب وش تحب تشرب شاي ولا قهوه لا بي كابتشينو 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 نعم حبيبي نعم بس ليه خوينا ما دخل شيك في حسابي انا اقول ما دخل الشيك حساب انا دخل أنا دخل في حسابك ما يكون لك أنا ليش ما يدخل مثل الناس أبدا ما يكون لك أنا دخلها في حسابك طيب أنا ودي أروح معك أبدا استريح أنا بطمن أنا بطمن بيجي كبشين وشرب هذا وأنت مرتاح وأنا بجيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا 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 أخوي لازم أجي معك السلام عليكم عليكم السلام يا هلا وسهلا الله ما يحييك الله يسلمك الساعة مباركة حياك الله يا هلا وسهلا شنو التصريح الله يحييك الله يسلمك يا هلا وسهلا حياك الله وش هذا يا شيخ عدنان وش الحلاوة هذه والله ما عرفتك والله عاملين شوية تغيير الله ما يحييك الساعة مباركة الله يحييك يا هلا وسهلا الله يسلمك يلا انت حييك الله ما يطول عمرك حي الله الوجه الطيب امن يطول عمرك كيف خدمة الله يحييك ابد ما غير حوالة طال عمرك وكم تبي حوالة الله يحييك 15 مليون 15 مليون سم سم طعم عشت ما انا مو بقصدي ودك يا رب سترك يا رب سترك واستر من خلقي يا رب سترك هلا والله هلا والله مرحبا الله لا يحييكم يا رب الله لا يحييكم